أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. مش كلام واضح؟ يجيبون السي في القصائد أحمد يا حبيبي سلام عليك، كويس تحب النبي صلى الله عليه وسلم ده من الدين، لكن شوف لي قدام أحمد يا حبيبي سلام عليك، وجيبوها باللخبطة ترم ترم يا زول ترم، بتعبد بقى الله، تعبد الله بالأورجن والسكسيفون والكمنجة واللخبطة، وداك بتاع الدلوكة داك بنطته زي القرود، تعبد الله بالطريقة دي؟ أحمد يا حبيبي سلام عليك، أيوة كويس. يا مسكي وطيبي سلام عليك، أها. يا كاشف الكروب، هذا اللي بيعكر الأمزية، يا كاشف الكروب سلام عليك، يا ماحي الذنوب سلام عليك، اللي بيمحو الذنوب منه واللي بيغفر الذنوب منه واللي بيكشف الكروب منه؟ قال الله تعالى في القرآن قل سورة الأنعام، الله قال للرسول عليه الصلاة والسلام وري الناس أقول لهم شنو؟ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه، بس القدامنا دي، لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها براه، لا ومن كل كرب، ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. شكاية تعارف معاذ رضي الله عنه، النبي سأله صلى الله عليه وسلم، ودي الفائدة الثانية، قال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال لي الفائدة الثانية إن الدعوة إلى الله في أي مكان بيصلح فيه الدعوة، ما خاصة بالمساجد، لأنه كان رديف على حمار، نازل كان راكبين حمار، بعدين سألوا وجاوبوا. لذلك نحن بنجي الحلقات في الأسواق نبلغ دعوة الله تعالى، نمشي المساجد نتكلم، في ناس ما بيجوا المساجد، في الشوارع لافين وما بيجوا المساجد في غفلة، تجيهم في الشارع تذكرهم، بعد شوية بيرجعوا لي الله بيمشوا المساجد ما خير. لكن واحد تلقاه انت تمشي المسجد تتكلم وقاعد بيجاي بتونس مع البيت، قلت لي شنو هذا اللي بيقول له منو ده اللي بيلحقوا منو ده؟ أنا منجيه نبلغ دعوة الله تعالى، اسمع لك كلمتين بعد شوية يستقيم يجي المسجد ويوحد الله سبحانه وتعالى. تركب الباص تديه النصيحة طوالي، الباص ده شفته، أنا مرة راكب باص من الخرطوم للحصعيصة ماشيين الجزيرة، بعدين شغلوا غنى، قلت للزول الجنبي قلت له اللي بيغني ده اسمه منو؟ قال لي ده اسمه حسين شندي، قلت له خلاص زحزح كده زحة، مشيت لي قدام قلت للمضيف الزول المساعد السلام عليكم، قال لي عليكم السلام، الشغال ده ما عندكم قرآن ولا محاضرات تشغلوا علينا حاجات مفيدة؟ السواق قال لي عندنا مديح، قلت له لا خلي ده، والله ما بلخبط علينا، ده بيجاي بيشتغل حب بيجيب لنا، ذاك بيشتغل علينا كم قد ولد في كل بلد بلخبطة مرة واحدة، وكلها لخبطة مديح من الدين لكن ما حق الجماعة دي. بعدين قال المضيف قال لي، قلت له ما في حاجة مفيدة؟ والله قال لي يا مولانا شيء مفيد أصله ما عندنا، قال لي بس إلا الغنى، ده بينفع معاك ولا ما بينفع؟ قلت له خلاص بديه النصيحة، وقفته في أعمامك ورا شافوا الشكل الدقن، قال إني داعش ولا دار أفجرهم ولا شيء، لا وزو. قلت لهم يا ناس السلام عليكم، قالوا عليكم السلام، قلت لهم البص ده لو انقلب إن شاء الله اتصلوا بالسلامة، قالوا آمين. قلت لهم البص لو انقلب تقابلوا الله بحسين شندي ولا أديكوا آية وحديث؟ والله واحد قال لي عمك ورا أدينا آية وحديث يا ولد، قال لك في الشدة قفلوا، اشتغلت فيهم موت بس من البداية، موت ولحظات النزع وخروج الروح وإلى آخره، وشي مؤلم طبعا ما في طريقة مرقة، لو جامع بيبقى مارق بيشيلني علاته،
لكن بس ده تكتم به جوا بس كذي. شفت الناس ديل اشتغلت لهم موت والموت كذي والموت فيه ثلاثة دواهي رؤية الملائكة وبعد شوية خروج النزع والنزع ذاته أي عصبة من جسمك وشنو ولا سماع البشرة في مرة خوافة ورا. بقول قال الله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق. تقول لي صلى الله عليه وسلم يا مرة قلت لا صبري شوية أنا ما قلت الرسول قال صلى الله عليه وسلم عشان تتصلي في الموت انت بتصلي ساي. المهم في النهاية اديتنا الموت القبر القيامة مشينا لما وصلنا قدام الجنة والنار كذي. بعدها قلت له والله يا جماعة الحجار ضعفت بعد ده فترت أنا أن نقعد. قال لي جزاك الله خير. قعدت كذي كان الزول شغل محاضرة قلت له تداسية من قبل قلبت مع الجماعة ولا جنو. فلذلك مواضيع كثيرة جدا فالدعوة دي ما في محل معين. الدعوة ما المساجد بس جامعات تخش تبلغ دعوة الله توحيد والسنة وتنكر المنكرات. موالد زي دي خدعوا الناس. هسه أنا جاي بالطريق بيجاي والله عاين تتاوقت نساوين ملمومات ورجال ويخدعوا في الأمة بيجاي باسم الدين. واحدين وين دارين عملوا واحدين جايين يبيعوا واحدين دارين وكله باسم الدين. تمشي تلقى بتاعت شاي شغالة بيجاي تلقى بتاعت ترمس شغال ده بتاعنا التبش شغالين. ده كله حبا في المصطفى صلى الله عليه وسلم وباسم الدين وأولاد وبنات وبنات متبرجات برضو خاشات. ده برضو من حب المصطفى صلى الله عليه وسلم تبرج الخاش. ده دي منكرات يجب وجوبا أن تنكر والله وإلا غضب الله علينا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. الزول اللي بيبلغ دين الله والزول الواقع في الذنوب قال لك زي الناس الرقبوا سفينة واستهموا على السفينة. السفينة فيها طابقين فوق وتحت واستهموا يعني رموا القرعة. فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا صعدوا إلى من فوقهم. لما دارين يشربوا بيطلعوا فوق يرموا الدلو ويجيبوا الموية. فقالوا لو خرقنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. قالوا يا أخ كل مرة نزعج الناس زي بالليل والنهار نطلع فوق أي البحر ده ما بيتحد قريب أن نقدها كذي نجيب الموية بيجاي. قال فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كان خلون ديل بيقدوها بيغرقوها شت. لكن في النهاية جو نصحون وقالوا ان احنا ما مشكلة تعالوا اطلعوا فوق وما في ازعاج وكذي شالوا على يدهم. الناس ديل شايفون ديل واقعين في المعاصي ونساوين في التبرج واحدين واقعين في منكرات في العقيدة وكذي. الناس ديل ما اهلنا نحن سودانيين زيك وناس من اهلنا وناس من ناس قاعدين معانا في البلد خايفين عليهم من عذاب الله سبحانه وتعالى خايفين والله الذي لا إله غيره. شكلي النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال لي تعرف حق الله علينا شنو وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. وانتبه للحقين ذيل حق الله علينا سبحانه وتعالى وحقنا على الله. كما قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد الأول وليس للمخلوق حق على الله يوجبه المخلوق على الخالق وإنما يوجب الله على نفسه كما قال كتب ربكم على نفسه الرحمة. يعني أنه هو الذي يوجب على نفسه سبحانه وتعالى.
لا أن أحدا من خلقي يوجب عليه. المهم قال لا أتدري ما حق الله على العباد؟ قال لي أنت عارف حق الله علينا شنو؟ أي وما حق العباد على الله؟ ها شنو قال لي؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. شنو الحق شنو؟ أنا ما عارفه والله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ده حق الله سهل جدا الحق ده لمن يسر الله تعالى عليه. دار الله يرضى عليك أي الحق حق سهل، أعبد الله وما تشرك به. والعبادة ذات الدين ده سهل. صعبوا شفت الجماعة ديل هنا صعبوا، هنا يقولوا لنا انتم مشددين. والله احنا ما مشددين، مشددين هن. نحن اول شيء بنتزوج اربعة، ما شايف الجماعة بقول لك ابو تقين ديل بيتزوجوا اربعة وده بيتزوج واحدة يموت كمد كذي بس واحدة. المشدد ياتو ابو اربعة ولا ابو واحدة؟ كذي انت بالراحة فكر في الموضوع ده. نحن بناكل احسن اكل، باسطة بناكلها، اقشي بالشطة، والله ما بعرف ايه، لحم، اي شيء بناكله. ده بيشبك القرض بس. مش الجماعة ديل تاكل قرض لما تنقرض، وما بتلقى القرض ده، ما بتلقاه في القرآن، ما في قرض. جابوه وكل لك قرضة خدتها تحت لسانك بلسانك بفوق بتحت ما بحلك انت موضوعك، موضوعنا معك ما القرض بس. فقلت ده هو المشدد. تعال في الفقه، نحن الفقه عندنا سهل جدا، بنقول المسألة الشرعية كذا والدليل كذا، مسألة سهلة جدا ما في أي صعبة، والله الذي لا إله غيره. لكن مش أقعد مع هذا اللي علمك الفقه. الدرس الأول في المسواك، وينبغي أن يكون المسواك شبر، فإذا زاد على الشبر تطوطح فيه الشيطان. ده دليل شنو؟ شيطان بتطوطح في مسواك والفرشة كيف؟ كلها والتيمم وإلى آخر. التيمم ده ما غير كلام كثير ذاته، أقل من دقيقتين بس انتهى الموضوع. ده في صحيح البخاري كتاب التيمم، تقرأ حديث عائشة رضي الله عنها وسبب التيمم، وتقرأ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي أو عن النبي صلى الله عليه وسلم. الموضوع سهل جدا، تضرب التراب والوش والكفين، الموضوع انتهى. وبعضهم قال إلى المرفقين، وبعضهم قال ضربة، وبعضهم قال ضربتان، ما هو أقل من دقيقة. تتعلموا الدرس الأول في التيمم، والدرس الثاني والثالث، وما في ذاته البلد دي المويه ما قاعدة تقطع ذاته إلا قليل، ولو قطعت ومن الدين التيمم. لكن ما داير شغل قدر ده، كلها لخبطة باسم الدين، تشدد عندهم هنا، والله الذي لا إله غيره. تجي ورد من الشيخ 512 وكان زدته ولا نقصته بيحصل لك وما بيحصل لك، وتقول كذي يا زول. الله قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. بكرة الصباح، بكرة بعد الصبح تذكر الله، وأصيلا وقت الآصال بعد العصر تذكر الله سبحانه وتعالى، في المواصلات تذكر الله، في أي محل. ما دار لا ورد وشايل لك الفية ولا لوب وتكركر كر كر كر، ده دليل شنو؟ كلها هنا. والناس ذيل هنا الذين زادوا في دين الله سبحانه وتعالى. الدين ده سائل والله الذي لا إله غيره، تأكل وتشرب وتتونس وتضحك. يسيبونا نحن للتشدد، ناس تجينا العصرية دي من البحر ده كنا قاعدين نعوم، ده متشددين عوام وواحدين يدقوا في راسات، ده تشدد، واكل وشراب وضحك ونسات وزواج وتلاجات وعربات، في شنوها تشدد؟ في شنو؟ ما بي تشدد. ناس عاديين نفروا الناس من الدين. شفت الناس زي عملوا مصيبتين في البلد دي. المصيبة الأولى فتحوا للناس باب الضلال، وناس يمديك الكلام بوثائقه. المصيبة الثانية قفلوا للناس باب الحق، والله الذي لا إله غيره. وكلامي ده ركز فيه كثير جدا وشديد جدا. النازل فتحوا للناس باب الضلال. ابدالك من البداية، الشيخ لا تعترض
فتنطرد، وكن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل. والماء عنده شيخ، شيخه شنو؟ الشيطان. دي دليل شنو؟ الماء عنده شيخ، قال لك شيخه الشيطان، يعني الناس كلها اللي تبقى معاك انت ويجيبوا لك يحاولوا يغشوك شويه شويه يلخبطوا لك الشغله، بعد شويه تعلقت بالشيخ يجوا يدوك. والله من كرامات ابينا الشيخ انه طار ثم ركه والدبرك بيعملها، يعني نستفيد شنو؟ طار ولك، يعني نحن نستفيد شنو في الدين؟ استفيدنا شنو؟ زول طار وتاني ركة، نحن نستفيد شنو؟ لكن تستفيد انه يعلقك بالشيخ. كتاب اسمه الطبقات لمحمد وضيف الله، انا ما اتكلم لك عن حق الله على العباد، يعبدوه يوحدوه، صلي وحد الله، نادي الله براو، المرة دائرة جنة تسأل الله بس، ما تمشي لزول تقول لي دائرة الجنة وعمل لنا وفعل لنا، ويخشون ومحايات وبخرات وشيوخ وينادون في الشدائد. والله الذي رفع السماء والذي استوى على العرش هذا كله ليس من دين الله في شيء، كله لخبطة باسم الدين. الكتاب ده تاع الطبقات تاع محمد وضيف الله، قال فيه صفحة 116، قال طبقات الأولياء على ثلاثة أقسام. قال الشيخ إدريس صفحة 116، قال طبقات الأولياء على ثلاثة أقسام. يلا شوف النجر ده، وده ما بتلقى لها في الكتاب لا في السنة، كضب سعي. قال واحد الصغرى أن يطيروا في الهواء ويمشوا على وجه الماء وينطقوا بالمغيبات، أصغر درجة الأولياء قال بيطيروا، والله أبشر أبشر أبشر، جزاك الله خير يا عتبان. طيب قال أصغر درجة في الأولياء أن يطيروا في الهواء، وأنا الكلام ده بقدم رسالة للرجال والنساء والشباب والكبار والصغار، وعليك الله أنصت وأنصف، بس الدائرين من الناس حاجتين، أنصت يعني أسمع، وأنصف براك فكر فكر، وأدي وقت لعقلك، أدي مجال عشان تصل للحق، لأنه الله يقول في القرآن لأولي الألباب أفلا تعقلون، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. الله بيوجه خطاب للعقول، ركز. قال أصغر أولياء أن يطيروا في الهواء، أصغر ولي بيطير يعني ماشي معاك بيقول لك عن إذنك دار لي طيرك دي، بيبقى مارك فوه، لا مطار لا هليكوبتر، بيبقى مارك طوالي. ويمشوا على وجه الماء، الموية بيمشوا طوالي، بجاسفوها بفوق زاي بيمشوا، وفي الموية زاي بيمشوا. نبي من الأنبياء يونس عليه السلام التقمه الحوت، وديل بيمشوا في الموية زاي بجاسفوها ماشيين. هاني من ثلاثة، وينطقوا بالمغيبات، الحاجة الرايحة يوروك لها، وده كذب، ولو صدقت الكلام ده كفر بالله تعالى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام، ما كلامنا نحن، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. مش كلام خطير؟ تمشي ليزول دجال ولا اللي بيجيبون في الجرائد ديل، ما بعرف ده بتاع العقرب وداك بتاع الفيل ودول دو في شنو، ما بعرف، كلها هوس في البلد دي باسم الدين. والوداعيات ما شغالات، ست الودع عرم الودع كشكشي كشكش راسك كشكشي بتاع شنو، ده شغالين باسم الدين كله، واحدين باسم الدنيا. المهم تصدق انه غير الله بيعلم الغيب، ده من الكفر بالله تعالى، موضوع خطير جدا ويتغافلوا فيه. الغنماية تروح، نمشي الشيخ أبويا الشيخ الغنماية وين؟ يجر السبعة يقول لهم في الكوشة بيجاي، فعلا يمشوا الكوشة يلقوها قاعدة، ودي ما دار لها شيخ، غنماية راحت، يعني بتمشي وين؟ تمشي الطرمبة تكب بنزين، ما أصلا بتمشي الكوشة، وأي زول بيعرفها يمشي الكوشة تلقاه، حاجة معروفة جدا، لكن يخش الجماعة وداك بيتعامل بالشياطين
والسفلي وحاجات كثيرة جدا وموجودة في الكتب مسطرة كتبوها بأيديهم، كتبها الكثيرون منهم أو كتبوها سطروها ونشروها. قال الوسطى الدرجة الثانية من الأولياء أن يعطيه الله الدرجة الكونية حيث يقول للشيء كن فيكون، وهذا مقام دفع الله ولديه. قال الوسطى نمرة اثنين في الأولياء يقول للشيء كن فيكون، الشيخ يقول للشيء كن فيكون، والله قال في القرآن إنما أمره، الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ده مش الله سبحانه وتعالى صلبته، هذا دارين الصفة دي صلبته فيها ودوها للشيخ. قال الكبرى القطبانية، الشيخ صل درجة يبقى قطب، درويش مريد حوار مقدم شيخ شيخ طريقة، بعد شوية يمش قوس، بعد شوية قال يبقى قطب، قطب وتد وألفاظ ما أنزل الله بها من سلطان، والله الذي لا إله غيره أوتاد الأرض في الأربعة، والقطب يتحرك له الكون وجزء من الكون يتحكم فيه، وده كذب على الشريعة. قال الله تعالى في القرآن إن الله، الله براه، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. يا أخي السماوات دي ماسكة الله والأرض ماسكة الله، ولو الله خلاين غير الله ما بيمسكين سبحانه وتعالى. ده يقول قال وقال الشيخ بلل، اسمه بلل، مين اسمه عرف الحاصل، اسمه بلل. قال وقال الشيخ بلل، قال ولد الطالب، قال اعلم يا ولدي أن اسم أبوي دفع الله هو اسم الله الأعظم، والله الذي لا إله غيره، صفحة 116. قال واعلم يا ولدي أن اسم أبوي دفع الله هو اسم الله الأعظم، وكان إذا أراد أن يكتب حجابا كتب فيه جميعه، كتب فيه جميعه يعني في جميع الكتاب الحجاب دفع الله، حجاب يديك له دفع الله. وما في حجابات في الدين، ما في حجاب بتاع سكين، حجاب بتاع مطوة، المرض علق لطفلها كمون في رقبته تقول لك ده من العين، ده كله مخالف للشريعة، لقول الله تعالى في القرآن وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. والمشكلة حق الله ده سبحانه وتعالى هم بيقروا في القرآن وبخالفوه، أسن الجماعة دل مش بيقروا القرآن، قل لك أنا ختمت في رمضان 3 مرات كل 10 يوم قاعد أختم يا مولانا، ختمت أي في الشدائد بتنادي منه، منتج الشدائد والكروبات بتنادي منه، والله يا مولانا في الشدائد بالنادي القوم، القوم ديل منه، الحسن من المحن واتبدر من الفقر والفلع يلفون أسرع من التلفون وبشام وروا قدام وبقرون من العيون وابو العباس من عيون الناس. يا ناس الكلام ده بجوز في الشريعة؟ ما قروا القرآن؟ الله قال في القرآن قل أندعو من دون الله، سؤال، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، زول الله هداه قال أشهد أن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله تعالى، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ويعني هو عليه حق، ودي شهادة الحق. بعد ده في الشدائد ينادي غير الله، مرة جايين من الهلالية دي بلد أبونا بغادي، جايين ماشيين رفاعة، والكلام ده لو قريب 9 ولا 10 سنوات
بعدين راكبين في برنسا عربية بوكسي وعنده صندوق بورا، كان زمان كان بيمشن قبل الزلط. المهم أنا جاي في الطريق، العربية دارة تنقلب، جات في محل بيقولوا لي المشروع، محل فيه مشروع يعني جنب الجند، العربية ميلت دارة تنقلب. وطبعا العربية لما تجي تنقلب أي زول عقيدته بتظهر، العقيدته في الله بتظهر، والعقيدته في غير الله شنو بتظهر. العربية دارة تنقلب، في مرة قدامي عجوزة قالت يا المكاشفي، جنبي بيجاي قال يا الميرين، قلت له النادو واحد، ما واحد يجر الأساتك القدام واحد الورا تقلبوها زيادة، نادو واحد قلت له، ما تنادوا لين اثنين وكذي. وبعدين الواحد اللي بتنادوه ده ما الاثنين ذين، لا مكاشفي لا ميرين، نادوا الله براه سبحانه وتعالى. قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله. كان المرأة قالت لي انتوا بتكرهوا الأولياء، قلت لها يا مرأة ما بنكره، الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا سألت، لو دار تسأل فاسأل الله، انت داير شنو؟ دار رزق عند الله، دار جنة عند الله، دار شفاء عند الله، زهجان اي اللي بيفرج لك الضيق اللي في قلبك ده الله، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، مرطة الشافي الله، داير أي شيء. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر، أنت ما إلا بقدر معلوم، ما تسأل الله. في واحد في الفتيحة، واحد أخونا بعدين هم قاعدين عزابة، واحد تعب شديد رفع يديه قاعد يبكي، قال يا الله يدع الرسلي في الأسبوع ده يا تقتلني، أصله ما تخليني سايقة، يا الله الأسبوع ده يدع الرسلي يا تقتلني، والله الذي لا إله غيره. الأسبوع ما تم الزول ده عقدوا له، لما في عمك ذكران قال له هذا مزوج هاي أديتك بتي هاي طوال، وداك لا دار يشوف لا دار يشي بس دار يتزوج، شاف عقدوا له والله مرقوا طوالي. انت ما تمشي تعملها، الأسبوع الجاي نلقاك انت رمته بركتها برا الدنيا مرة واحدة. فلذلك انت أسأل الله سبحانه وتعالى، يا خيش عند الله أسأله، أحسن بالظن وده، وشوف ما تقول أنا كعب وأنا عندي وأنا وأنا. دار دي قصة ظريفة جدا، والقصة دي ذكرها أهل السير في كتب السير، من تقرأ كتب السير، سير أعلام النبلاء والتاريخ للطبري و كتاب صفة الصفوة لابن الجوزي، تقرأ في السير في رجل اسمه محمد ابن المنكدر، وده من أئمة التابعين وتلميذ جابر ابن عبد الله رضي الله عنه، اللي هو أبوه هو تلميذ لصحابي لأنه من التابعين. محمد ابن المنكدر ده كان مشهور بالعلم، بعدين يوم المدينة أصاب قحط ما في مطر، قال فخرج الناس يستسخون، الناس مرقوا برا في الخلة صلاة الاستسقاء، وبعدين قلبوا الهدوم وقدموا البهائم وبقوا بيستسقوا الله سبحانه وتعالى، يا الله أغثنا أغثنا ما في مطر. والمدينة مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام فيها العباد وفيها العلماء، وبقوا يستسقوا وما في مطر. قال فأتينا المسجد فصلينا العشاء، قال صلاة العشاء أقاموها صلينا. قال وكانت لي سارية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أتكئ عليها، سارية يعني عمود، قال في عمود قاعد أتكئ عليه، وظلمة المسجد فضة بقى فاضي. قال فدخل رجل أسود اللون عليه خرقتان، زول لونه أسود وعليه خرقتان، وده ما عيب لأنه الشغلة دي من الله سبحانه وتعالى، عليه خرقتان يعني ما لابس إلا قطعتين، خرقة يستر بها عورته وخرقة من عنقه إلى كتفه، بس واحد خاتيها في كتفه والثانية من صرته لركبته. قال
فدخل المسجد فتقدم حتى حاذى الصف الأول، وقف قدام لما بقى قصاد الصف الأول، ما بزول في الجامع إلا الرجل ده وعمل منكدر وبعاين في الظلمة، وطبعا ظلمة ما في أنوار زي داسي والسراج منطفئ. المهم قال فرفع يديه وهو واقف، الزول ده ما إنه هدوم ذاته، قال لك بس حاجتين بس رابطين، قال فرفع يديه وقال اللهم إن أهل مدينة نبيك استسقوك فلم تسقيهم، اللهم أقسمت عليك إلا سقيتهم، اللهم أقسمت عليك إلا سقيتهم. قال فقلت أجن الرجل، الزول ده عالم، قال قلت الزول ده مجنون بيقسم على الله سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام. قال في صحيح مسلم رب أشعث أغبر، أشعث يعني فيه وسخ، أغبر مغبر. قال لو أقسم على الله لأبره. الزول رفع يديه وسأل، قال والله ما وضع يديه حتى نزل المطر، حتى خشيت أن لا أرجع إلى أهلي. قال مطر كب كر، قال سأل الله، مش هو قال لا يا مطر كبه، سأل الله سبحانه وتعالى، المطر نزل. قال فخر ساجدا لله، سجد. قال والله ما رفع رأسه إلا عند أذان الفجر، سجدة واحدة بس قاعد يبكي. قال وهو يبكي ويقول ومن أنا حتى تستجيب دعوتي، ومن أنا حتى تقبل دعائي حتى برق الفجر. قال فقام ثم صلى معنا الفجر. قال فنظرت إليه فخرج من المسجد بعد صلاة الفجر. قال فتبعته حتى دخل بيت المدينة. قال فجلست متكئا على ساريتي حتى خرجت الشمس فارتفعت، فصليت ركعتين ثم ذهبت إلى تلك الدار. بعدين طرق الباب، قال ففتح الرجل، الرجل جفات، شوف النازل، شوف الزول الصادق مع الله بيعمل كيف. قال ففتح الباب فقال مرحبا بابن المنكدر، ده مشهور زول عالم، قال لي مرحب بك يا ابن المنكدر. قال أنت صاحبي ليلة البارحة؟ قال لا يا زول ابن المنكدر شنو، انت الزول دعيت الله أمس والله استجاب لك. قال فتغير وجهه حتى خفت منه، غضب، وقال وما لك ولهذا يا ابن المنكدر، ثم أغلق الباب، قفل الباب. قال لي انت مالك وما الموضوع ده؟ قال لي شوف داسي شغلته ما داير، إلا الله يعرف، بس يعلم، إلا الله يعلم سبحانه وتعالى. قال فأغلق الباب. قال فأتيته في اليوم الثاني فوجدت الباب مفتوحا فاستأذنت، فقال أهل الدار، قلت لهم أين الرجل الذي هو أسود اللون؟ قالوا هو إسكاف. الزول ده قال له بتاع ورنيش، الزول ده إسكاف يعني بتاع ورنيش، جمع جلدا له، عنده جلد كذب سوي بين نعلات، جمعه ولعل رجلا آذاه خرج ترك المدينة. قال والله ما تركت بيتا في المدينة إلا وبحثت عنه فلم أجده، اختفى مرة واحدة، خلى البلد، خلى ليه؟ لأنه عرفوه فيه خير. هسي ده تلقاه ماكل 20 عتود، ده العتام ماكلة والخرفان والمديدة وحق البياض وقروا الذهبات بتاعت النساوين وإيه بعد الأكل ده كله. قل لك نحنا والله أنا أقول لك كذي تبقى كذي، ما تقول لي أنا كذي، أنت قل لي أنا، والله يخوفوك، بعمل ليك وبسوي ليك وبكرفسك. لحد ما واحد قال أستاذك يا فقير كون عنده ذليل حقير، تبقى ذليل حقير للشيخ. قال في كربك أنده بتغيثك جنده، تجي كربة قال لك نادي الشيخ، وده اللي بنادي الله، مرك خلى المدينة، تقول لي نادي الشيخ، الشيخ وينو؟ الشيخ بنوم ولا ما بنوم؟ بنوم. طيب هو بيشخر وأنا عربتين قلبت دي حلها كيف؟ أنا دار أعرف. وبعدين يا أخي الشيخ ده قول قاعد في الحلفاية
هنا دي زولنا داو من مبدة، واحد من الحاج يوسف، واحد من الكيلو هنا قريب، واحد من الكدر، واحد بيجاي لابد شغال طلبة وقع ناداو في مرة على البلاعة الموية رمتها نادته امش لياتو يخلياتو كده براح الحق ياتو الزول ده الحق ياتو يبقى كم. لكن نازل عندهم عقيدة طبعا اوريك عقيدتهم شنو من الكتاب، لانه في ناس الكلام ده ما بصدقوه، لكن احنا بندي الناس المراجع الكتب قايلين انا بنكذب عليهم. كتاب اسمه ليك سلام مني قال فيه صفحة 40 ل 44 المؤلف عبد الرحيم محمد وقي الله البرعي، والكتاب ده الطبعة الثانية سنة 2003، يعني هو حي يرزق الوقت داك حي لأنه مات 2005. بعدين قال في الكتاب ده قال أبونا الشيخ قال الشيخ أحمد الطيب البشير دخل مصر قال ووافق دخوله شهر رمضان، دخل في شهر رمضان، قال فدعاه في يوم واحد نحو 40 من تلامذته لتناول الإفطار معهم من غير علم أحدهم بالآخر. 40 نفر، أي واحد يقول له الشيخ الليلة تفطر معانا يقول له كويس بجيكم، امش الشارع الثاني يلاقي واحد ثاني كيف أبونا الشيخ الحمد لله على السلامة الله يسلمه تفطر معانا الليلة دي تفطر معانا كويس بجيكم، وقال له الأول بجيك الثاني الثالث 40 نحو 40 قال فلما حان وقت الإفطار وغابت الشمس، ما وعد 40 نحو 40 دي حلا كيف، قال فلما حان الوقت وغربت الشمس تطور الشيخ على عدد تلامذته تطور، قال فحضر عند كل واحد منهم 40 عصيدة ضرب الشيخ، و40 تمرة قرمة، و40 كباية جغمة، وانا قاعد في البلد كلين جغمين. قال طوالي قام عمل في بيت شاريته بتاع العجلة ما تزعل، في واحد قام طوالي البرع عمل فيه بيت، قال في مصر تجزأ لل40 أحد، قال من واحد بقى كم 40. الكلام ده بخش نافوخ طفل ان جابوه في توم انجري، مش الطفل بيقول زيتوه شوية نفر قلب 40. والرسول عليه الصلاة والسلام يوم بدر جات ملائكة من السماء قاتلت معه، هصله كان في زول بيبقى 40، ما كان الصحابة جد بيقوا 40 40 40 وخشوا على الجماعة ديل ياخذوا كله لعب الدين، تتصدق الجماعة ديل ومش ده بس مسائل في الخلق، مش الله الخالق هاي الناس ديل خشوا في الموضوع ده ذاته، والله مش الله الخالق، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل في الكتاب ده ذاته ليك سلام مني. قال واحد اسمه قال تتا، وتتا ده انا شفت قبته هناك في الجزيرة في منطقة جنب منطقة اسمها طيبة كمال الدين تلقى قبته، وانا شفتها بعيني مشيت المنطقة ديك عملنا محاضرة الله يتقبل. المهم قال تتا ده جاته زوجته قالت له اريد خادما تخدمني، العدة والهدوم والهناء القش جيب لي واحدة تشتغل بعدين يمشي السوق يشوف لي مرة يقول لها دستة الهدوم بكذي والشهر بكذي، قال لها أحضري فأسا وثوبا جيبي فرار قال لها وتوب صوفيا ذا اللي بحيروك تقول لي دار لي خادم، قال لك جيب فرار هسي ده على أخته شو أبويا الشيخ عندي حاجة رايحة جيب بصلتين، عندي أخي ما فار حاجة رايحة انت البصلتين الجابين شنو انت داري تاكل قشيت بصل جارب شنو كله باسم الدين، واجيب ديكا خصيا ده القوين ما بتلقاه وتمشي حديقة الحيوان ما بتلقاه، كان مسكت اجداده خنقتها قلت لا لاقاك ديك ديوكي رحمه الله لاقاك وكذي يقول لك لا لك كعوك وتبقى مارقة يا اخ معقولة وباسم الدين والله. قال
قال طوالي قال له أحضري فأسا وثوبا. قال فأحضرت فأسا وثوبا، جابت الفرار وجابت التوب. قال فذهب ومعه رجل آخر يقال له عبد المحمود. قال فذهبنا إلى الغابة فأمرني بقطع غصن شجرة بقدر قامة الإنسان. قال له الشيخ، قال له أقطع لك عود قدر الزول. قال قطع عود قدر الزول. قال فوضع الثوب فوقه بحيث يكون ساترا للعود، غطى العود بالتوب، دار يحمض جوه بالتوب. قال غطاه ثم تناول سبحته، دي ما من الدين، ثم تناول سبحته. الرسول ما شاء سبحة صلى الله عليه وسلم. قال فأخذ يذكر الله بشدة. الشيخ سخن في الذكر، قال كرر سخن، فالتمتوم حمتنا النوم سخن. بعد شوية قال فتحرك الثوب. التوب تحته شنو يا ناس؟ انتم مش مركزين. التوب تحته شنو؟ مش عود. قال فتحرك الثوب فرفعت امرأة رأسها فقال بخيتة 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 ثلاثا. عود قلبوا مرة وسماه بخيتة طوالي، ولا تمت اسبوع سماه بخيتة من عود. عشان كده بتجيبوا موديل جديد. الله قال في القرآن ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ده الإنسان الأول آدم عليه السلام، أهو باقي الناس، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة. شوف ابن آدم ده بيمرق كيف، هاي ده أبو ذاته انت الشغلة دي كلها مسجل. الباقي ده داري علق على ذاك مجرم، خليه بيسيب الصحابة. المهم الزول ركز معاي، الزول قال لك طوالي قلب شنو بخيت، والله قال في القرآن ديك الآيات ولقد خلقنا الإنسان في سورة المؤمنون، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. والله يا زول اسمع الآيات دي تاني انكسر لله ويتواضع. شوف بدايتك كيف، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة. النطفة بعد بقت علقة، يعني دم متجلط متعلق في الرحم. فخلقنا العلقة مضغة، قال ابن عثيمين أي لحمة بمقدار ما يمضغ. ثاني من علقة انقلب لحمة صغيرة قدر اللي بيمضغوها. فخلقنا المضغة عظاما، مش لحمة صغيرة، الله قلب عظام وفره إذا صح التعبير، العظام اتفرت. فكسونا العظام لحما، زول بردان لابس فنيلة جاب لبس السيوتر وطوالي عمل السوستة كر، قال لك فكسونا العظام لحما طوالي. ثم أنشأناه خلقا آخر، جوا يقعد 9 شهور وشغال، المرة نص الليل تصحى مالك، والله رفصني بي جاي، ده اللي بيحلوا منه ده جوا يجيبوا له لعبة ولا يسووا له شنو، تقعد انت تسكت في المرة وتسكت فيه وتجيب لك، ونص الليل الطفل جوا داير سمك، المرة تتوحم لك بالسمك. واحد في الفتحاب مرته قالت له والله داير لي سمك، وفي واحد في الكلاك لسمك ونضيف إلا ذاك بس تجيبه لي، ركب الموتر نص الليل كرر، جاء قريب الصبح مين اثنين ماشى جاب السمك، جابته للسمك قالت لي ده شنو ريحته كعبة، ده في داعي يجيب لك سمك في وقت زي ده، قالت لي في داعي، قالت لي اشتهي الطفل السمك، المرة تتوحم سمك، اشتهي اسكريم، المرة تقول لك دار اسكريم كبيرة بيت رحته وتوبة دار لي اسكريم، جوا إشارات تجي جوا ياكل وبعدين يتغذى. بعد شويه يمرق لك برا مرقته كده يديها صرخه، يعني الدنيا دي كاتمه مما بدايتها، يعني مرقته كده بيديها صرخه، ما في طفل بيجي ضاحك، وكان جما صرخ معناه عيان الا يصرخ من البدايه، مرقته كده الشيطان بهبشه بيه جنبه طوالي بصرخ والله. بعد ذاك ثاني ابدا شويه شويه يرضع، ما بزول علمه
الطفل ده ليه ما بيرضع في الكراع؟ الورمنه الطفل ده اول ما يلدوه ما بخدته ورا في محل الكرعين، ليه ما بيمشي كلا صابعين؟ ليه ما يرضع الا في محل معين؟ علمونه، مش ده سؤال بيحتاج الى جواب؟ وعلمه الله سبحانه وتعالى. ارضع بعد شويه يبدا يحبه، يبدا يحبه، بعد شويه يمشي بالسرير، بعد شويه يمشي سايه بمشايه، تاني يبقى مارق اجيبه من الشارع الزلط وكذي، بعد شويه تاني بيكبر يا بقى مستقيم يا بتاع بنقو سطله واجارك الله، مش يا وكذي ده شغله. ده تتا ده لا رضع لا كبر لا، بس طوال من عود قلبه بخيطه وقامت كابتن ماي طوالي بقت مارقه. الكلام ده بيجي في الدين يا ناس؟ ما بيجي. والله جزاك الله خير يا عمنا يا اخي، والله انا متكيف منك جدا يا وطاقتك دي سمح حقهم بديله بعدين. جزاك الله خير. فلذلك الموضوع ده خطير جدا، والله الذي لا اله غيرك. قال طوالي جاب فيها قصيده ما سمعتوها، قال مصطفى عركينا مع ود علي المكروم وتت الفلات القلب العود مفهوم. ونحن ما عندنا مشكله مع القبيله دي، والله اكثر اصحابنا البريدون من القبيله دي، وناس موحدين وناس على العقيده الصحيحه من القبيله دي، لكن المشكله في الزول الغلا في ذا. قال لك تت الفلات القلب العود مفهوم، من عود قلب بشر. فدي كلها لخبطه باسم الدين ولف دوران وماشيين وجايين. فنحن والله الذي ندعو الناس اليه اي يوحدوا الله، دار اي شيء امشي لله الله. عندك ذنوب اقعد بالليل، زمان كنا رمتال الله يتجاوز عننا، بنمشي المولد ما وبدعه نحن عارفين، لكن نحن بنمشي عندنا اغراض ثانيه نكشف ونعاين. المهم بعدين لما ننعس ننعس شديد، عندي صحابي بقول له نروح خش النوبة دي نتريض شوية وتاني من النعسة بتروح، بنخش ما في ذكر وكذي بنسخن شوية بنجي مارقين. يوم واحد من الشباب رمتالي شديد، والله قال لي كلمة، الكلام ده له سنين، قال لي كلمة الله نفعني بها وكل مرة قاعد أتذكرها، ليه أكثر من 10 سنة كل مرة بتذكرها. ورمتالة قاعدين قاعد يونسني يقول لي والله البيت الفلانية كذي وفي الفريق الفلاني كذي، لكن قال لي يا أخونا وسمى لي اسمي، قال لي يا فلان والله اديك فايدة. قلت له تفضل. قال لي والله أحسن شيء في الدنيا دي، أحسن شيء، الناس بعد ينوموا كلهم تاخذ لك مصلاية، رمتالي ومعاي تاخذ لك مصلاية وتجيب بريك تتوضى وتديها رقعتين ترفع يديك لي الله وتبكي، شفت لما تنزل منك دموع دي؟ والله قال لي تحس بحاجه ما بتلقى في الدنيا دي الا في دي. واقول لك شيء، والله البت الفلانيه كذي والبت الفلانيه، تاني خش لي في الموجه بتاعته وانا كلمته خشت لي جوا. شوف الحكمه دي كان، وليه الزول ده رمتالي مشيت لي قبل فتره لسه لقيته ليك شغال فيه، شغلته خش بقى بتاعت اللاجات، انا خايف عليهم تطقه تودي حاجه. المهم الزول لسه في شغلته. فالشاهد من الكلام، والله الذي رفع السماء الدنيا دي كلها تشرب 100 حاجة، تتونس مع 1000 نفر رجالا ونساء، تعمل اي شيء ما تلقى راحة زي ما تلقاها لما تقعد بينك وبين الله وتسأله وتتضرع له. شكي النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ناس عرقان يوم القيامة، 7 أصناف بدخلهم في الظل. قال إمام عادل، وفي رواية البخاري الإمام العادل حاكم ويحكم بالشريعة، 1 2 وشاب نشأ في عبادة الله. شاب ريعان الشباب يخش النت أفلام قفلة، يحضر في المحاضرات، يمشي الشارع اختلاط زحة، يجوا أصحابه بنقو سجاير صعود وأغاني وبلاوي كله فارقوا، ونشأ في عبادة الله. ده ما في ابتلاء كبير، الزول ده ما قوي مرة واحدة، خالف الناس شت ومشى على الحق، قرآن ومسجد واستقامة وعبادة إلى آخره. قال وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد، راحته في المسجد
راح تكذب في المسجد. واحد في الساعة تدينا في الساعة توم نورماندي زوج شاب حر قوي بيمشي بيسكر طوال يفتى سكر سكر سكر. الزول ده اسمه اخواننا بعرفوه المهم حكوا لي قصته ذكروا لي اسمه انا ماذا اذكره لعله في ناس من اهله يكون هنا. الزول ده بس سكر بعدين بيركب الركشة يمشي مشواره يصل نهاية المشوار يطلع جنيه يقول له بتاع الركشة شيل ده لا ده ما حقي يا تشيله يا بكفتك وعاتي عاتي قوي حق. بعدين ذاك بيتطرب شيل الجنيه وبيبقى لابد بيبقى مارق حقار. انت عارف الزول ده قبل ما يموت بشهرين بس مات من سرطان ولا حاجاته في حلقه قبل ما يموت شهرين بس براو كذي جالي ناس الفريق قالوا نو يسكر تاني ما دايره وتاب بيقى بأزن في المسجد شاب بأزن شغال أزن أزن بس تم شهرين بس بيصلي الناس جات متكيفة والله فلان تاب فلان تاب. بعد شهرين مات فارق الدنيا رحمه الله سأل الله يتغمده برحمته. ليه؟ لأنه فينا تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. قال لك ورجل قلبه معلق بالمساجد راحته في المسجد جاء صلاة الظهر صلى في الجامع انتظر العصر 200 خلاص العصر جاء المغرب 200 العشاء ويتحمل الزهج والضيق والبرد والتعب برضو يجي الجامع يجي يجي لما يلاقي الله سبحانه وتعالى. قال ورجل نمر 4 دعته امرأة هي دعته دعته امرأة ذات منصب وجمال يعني دعته للمعصية مش هو دعاه فقال إني أخاف الله. شكذي واحد من السلف يقال له أبو بكر أبو بكر ده يصلي في المسجد وشاب وسيم وقوي يوم جمارك من المسجد تعرضت له شابة راوده المهم نفسه أبا أبا المعصية. عدت أيام خرج من المسجد فصاحت كوركت قالت في حاجة في البيت جوا وزول شاب ججاري طوالي داري خش في شنو حرامي في دابي في شنو طوالي قفلت الباب قالت إلا تفعل أصح يا تفعل يا بصيح للناس أقول لهم والله زول لا بالنهار يسبح وبالليل يضبح وعامل لكم فيها مولانا وهو شغل مجوطه والله وكذي. بعد ذاك بقت شنو تراوده عن نفسه هي راودته قال دعيني حتى أقضي حاجتي. قال لا مش خلاص وما داري أعمل المعصية. قال لا مش خلاص المعصية أي خلاص بس أقضي حاجتي بس السير وبعد ذاك تاني خش الحمام تاني بجيك. قال فدخل الكنيف فتغوط ثم أخذ العذرة فمسح بها وجهه وجسده ثم خرج إليها فصاحت قالت إليك عني. قالت لا أمرك يا وسخان. قالت لي فتحت الباب مرق. قال فخرج شوف الزول ده مرق منها كيف. قال فخرج فأخذ الصبيان يضحكون عليه مجنون 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 لما دخل بيته. قال فاغتسل فخرجت منه رائحة مما مرقت منه رائحة طيبة. قال فما فارقته حتى مات ريحة طيبة مرقت من جسمه فسمي بأبي بكر المسكي يعني من المسك سموه أبو بكر المسكي يعني ريحته سمحة. ليه؟ دعته في النهاية هي دعته للمعصية. قال فقال إني أخاف الله. نمرة 5 قال ورجلان تحابا في الله نازل يتلاقوا في الله ما عشان قبيلة ولا عشان لون ولا عشان منصب ولا عشان قروش زور هذا الثاني في الله بس تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه اجتمعوا يذاكروا الدين ويمشوا ثاني وكذي. قال ورجل وده الشاهد من الحديث ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه براه بس بينه وبين الله ندم والذنوب والآخرة والقبر والقيام بك الله قال لك بظله بعدين. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه صدق بالخفاء ده الله بظله بعدين في ظل العرش. فلذلك حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لا تعلق حجاب لا تتبرك بتراب لا تنادي شيخ لا تروح منك شيء مش للفقيه أي شيء مش لله بكفيك ولا ما بكفيك.
أليس الله بكاف عبده؟ الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبه يعني كافيه، تعتمد على الله بكفيك. تب واحد من أخواننا الأفاضل أخونا شيخ مزمل حفظه الله تعالى قال لي جيت أتزوج المرة الثانية بدري، قال لي جيت للوالد والتلابة الزواج وكذي رحمه الله برضو أبوه زول طيب نحسبه المهم، وفينا أبو ذاته تزوج أخواننا ذي الأصله بيتزوجوا خلي ناس البيت ذاته يتأثروا به. المهم قال لي قلت له أبا دار الزوج، قال لا ولدي تاس الشغل وكذي، قال لا أبا والله في واحد وعدني وعد هسي أبا، قال لك كان في وزير قال لي تزوج رأيك شنو تزوج؟ قال له وزير آه تزوج طوالي وزير ده بجيهك، قال لي أبا أعظم الله ولا الوزير؟ قال لي الله. قال الله قال يكون فقراء يغنيهم الله من فضله. وأبو ذو الطيب قال لي والله كلامك صح تزوج يا ولدي، قال لي تزوجت والله فتح علي فينا الله فتح عليه، قال لي الله قال لي تزوجت الحمد لله والأمور مشت وأمور مشت. فلذلك أنت تعتمد على الله سبحانه وتعالى، مرات بيبتليك تضيق بيك كذي تضيق حق الرصيد ما عندك، بعد فترة تتفتح طوالي، لأنه قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر شنو يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لذلك يسران غلبا عسرا واحدا، العسر واحد واليسر اثنين، قال لك لأنه العسر جعله معرف، فإن مع العسر العسر ألف واللام تمعرف، فإن مع العسر يسرا، يسرا نكرة، وبعد ذاك تاني قال إن مع العسر يسرا، نكر اليسر مرتين جعل دي نكرة ودي نكرة، يبقى ده يسر وده يسر، والعسر جعله معرف في الاثنين، يبقى العسر واحد واليسر اثنين. شكل الشاعر قال ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج. فالناس يعتمد على الله، إذا أديت الله حقه، حتى أي حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، الله منجيك من العذاب بيرحمك يوم القيامة. أي أخونا عتباني قال يعني في نهاية الحلقة دي لو في بعض الشباب عندهم أسئلة وكذي من باب الفائدة تعوم إن شاء الله، نحن صدرنا رحب نسمع على الأسئلة ونجاوبها. في شاب المرة الفاتت كان هنا شاب طيب جزاه الله خير وجاء حضر الحلقة، فقال لي يا أخي بس أنا داير توحيد وداير أستفيد لكن ما داير أسمع الناس أسمع فلان وعلا ما دائرة. فنحن الجواب على السؤال ده قد يطول، لكن بس أنا أختصر لك في كلمتين، بس الجواب أختصر لك في كلمتين. الكلمة الأولى الرسول عليه الصلاة والسلام قال الغيبة حرام، لأنه الله قال كذي ولا يغتب بعضكم بعضا، يعني ما تتكلموا في الناس. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا إنه في غيبة حلال، يعني الكلام في الناس هاي حرام، ما بجوز تقول فلان كذا وكذا دي حرام، لكن الكلام اللي نحن بنقوله ده العلماء قالوا بجوز. ليه بجوز؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم جاءته فاطمة بنت قيس فقالت له خطبني معاوية وأبو الجهم، يعني معاوية دايرني يتزوجني وأبو الجهم داير يتزوجني، ما معنى الاثنين خطبوا في وقت واحد؟ لأنه ما بجوز خطبة فلان على خطبة فلان. بعدين سألته قال النبي عليه الصلاة والسلام، أسمع الحديث ده العلماء أخذوا منه إنه في غيبة حلال، وده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أما معاوية فصعلوك لا مال له. صعلوك بالكاف، ما معنى صعلوك بتاعتنا دي؟ صعلوك بالكاف يعني شنو؟ فقير،
يعني هو صحابي ومؤدب وما صعلوق بتاعتنا دي، لكن صعلوق بالكاف يعني فقير. يعني قال لا معاوية ما عنده مال واحد، عشان أنا أقول لك النصيحة. وأما أبو الجام الصحابي الثاني فلا يضع العصا عن عاتقه، عصايته ما بخدتها من رقبته من العاتق. قيل أنه كثير الأسفار، يعني مسافر كثير، اللي بيسافر زمان بيخد العصاية. وقيل، ودي رواية تانية جات، أنه ضراب للنساء. قال أنكحي أسامة بن زيد، قال لا نصحت لك اتزوجي أسامة رضي الله عنه. طيب الحديث ذا العلماء أخذوا منه إنه الزول لما استنصحوه دارين منه النصيحة استفتوه يقول النصيحة، ومرات اذكر الأسماء، اذكر الأسماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا معاوية كذا وأبو الجم كذا. قال الألباني رحمه الله وهذان عيبان للمرأة، عند المرأة هي ما عيب الزول يكون فقير، عيب ما عيب، والزول يسافر كثير ولا بدق عيب ما عيب، لكن بالنسبة للمرأة، المرأة ما دايرة زول ما عنده قروش، المرأة دايرة زول عنده قروش، والمرأة ما دايرة زول بيسافر كثير، تتزوجها سفرك كثير كان بيجي توجه زول تقول لك يا زول الشغلة دي ما بتجي معانا، كل مرة انت مسافر انا ما اخر لي بيت ابوي، انت مسافر طوالي كذي نلد بعد 10 سنة الشغلة دي ما بتجود كذي، وما دايرة زول شنو البدوق، المرأة دايرة زول بدوق ولا تتلطف فيها مرة كريم ومرة دار دمة ومرة كذي، تغش بنات الناس تونس المرأة في البيت كيف، وانت اجمل المرأة في الدنيا الكذب على بجوز، انت اجمل المرأة وانت تكون شامية ومتضايق منها وانت كذي، ويجيك تقول لك ها رأيك شنو، والله رأيتي اصل زي القمر ده وهي بتكون زي الركبة اذا صح التعبير، معليش ولكن ما بجوز دخل الله في النهاية لكن بلخبتته، فلذلك اللخبتة في وشها. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نصح، فنحن من باب النصيحة بنقول، نقول والله ده قال كذي والرد عليه كذي، دي الكلمة الأولى. الكلمة الثانية أسأل أي زول يقول لك ما تتكلموا في الناس، بس أسأله سؤال، قل لي يا أخي سؤال بسيط أنا بكرره كثير جدا، قل يا أخي أنت لو عندك ولد عمره 13 سنة ماشي لمع زول عمره 25 سنة، والزول العمر 25 سنة ده زول سمعته كعبة، بتخلي ولدك يمش معاه ولا بتنصحه؟ مش ده سؤال وجيه؟ ولدك مش بتقول له تاني ما اشوفك مع الزول ده؟ ليه يا أبا؟ زول ده كويس؟ لا ما كويس، زول ده كعب وقبضه كذي وعمل كذي وفعل، مش بتوري الحقيقة ولدك وتقول له تاني ما ألقاك مع الزول ده؟ طيب ليه بجوز للزول ينصح ولده وما بجوز للداعية ينصح المسلمين؟ ليه؟ خايفين على الناس نحن، والناس اللي بيقولك ما تكلموا في الناس ذيل تلقاهم بيتكلموا فينا نحن. هسه المرة اللي فاتت أمس دي مش في زول جاي كورك بجاي يتكلم بالليل قاعد يتكلم هنا، كلمونا الشباب بعد ما مشينا ليه 11 بالليل قاعد يتكلم، وهؤلاء وقالوا انت هؤلاء انت بتتكلم فينا ليه؟ انت مش قلت لنا ما نتكلم في الناس؟ اي انت بتتكلم فينا نحن جندب، نحن جندب ولا قبور؟ تكلمت فينا ليه؟ والله تكلمت فيكم لانه انا شايفكم ضالين، كتر خيرك جبلنا، نحن بنتكلم في الناس ذيل لانه نحن شايفينهم ضالين، بس بفهم بسيط جدا، زول بيقول غير الله بيخلق، ده كلامه صح ولا غلط؟ غلط. انا لما اقول كلامه ده غلط انا كلامي صح ولا غلط؟ بيكون كلامي صح، ما في شيء. هسه الزول لو عنده عربيه عطلت اخوه بقول له ما توديها للميكانيكي ده زبيراته صينيه، وديها له ده كوري ياباني، والزول ده والله شغله ما نظيف والله خليها تدور بلصق لك الاسلاك بتدور لكن بتقطع لك في الخلا، وديها له ذاك. قاعدين ننصح ولا ما بينصحوا؟ بينصحوا، ميكانيكي بينصح يا اخي، في طماطم بينصح لك الزول ده طماطمته دائما بيجيب بايته وده طماطمته سمحه، في طماطم يجوز الغيبه،
في دين الله يقول لك حرام ما بجوز. طب اسكت قول له يا اخي والله جاني زول لي بتيه والزول ده انت بتعرفه بيسكر وما بتصلي وكعب تاع مشاكل كتال كتله ونشال اها رايك شنو اديه بتيه ولا ما اديه؟ انت لو زول سالك انت عارف فلان ده مجرم وتقدم لي بيت فلان وابوها جاء سالك قال لك اسالك بالله قل لي النصيحه الزول ده اديه ولا ما اديه؟ انت بتقول له النصيحه ولا بتقول له والله ما دارين كلام في الناس ومالنا ومال الناس؟ تقول لك هذه ولا تقول لا اقول لك النصيحه؟ الزول ده ما تدي بس يا عمنا الزول ده ما تدي الزول ده ما كويس تقول له النصيحه؟ لما تقول له النصيحه الله بيديك اجر. نحن والله خايفين على اهلنا، خايفين على النسوان، خايفين على الرجال، خايفين على الشباب، خايفين على البنات. شكايب نمرق قدام الناس نبلغ دعوه الله ونحذر. قبل كده 2010 مشينا هناك المطار، واحد من اخواننا اسمه عاصم مسك الميكروفون اتكلم في التبرج والبنات وما يتبرجا وكذي وجاب الادله، زول نحسبه صادق. في بنت شفتها بعيني والله الذي لا اله غيره، البنت دي مبالغت بتقرا في ثانيه ثانوي ولا ثالثه، كوركت لابسه بنطلون كوركت، قالت لي يا مولانا جزاك الله خير والله الليله اخر يوم البس بنطلون، قالت الليله اخر يوم، قالت تبت الى الله تعالى وقامت مشت. اسدي ما فيها خير، سمعتناها كلمه بس شكايه من امرك ننصح الناس وناس كتار. انا براي عندي مره قريبتنا كبيره في السن، كبيره مره واحد كبيره، مشيت المسجد اتكلمتها قلت البرعي قال في كتاب كذا صفحه كذا كذا وكذا والكلام ده مخالف للشريعه، ما قلنا فلان في الجنه ولا النار دي ما حقتنا، لكن قلنا قال كذي ونشروا بين الناس، لو قالوا لنفسه بالناس حبراو، لكن قالوا ونشروا في كتب يبقى الناس على الناس لأنه نشروا بيناتهم. فلما ذكرت الكلام مشيت لها زيارة المرة دي، مرة طيبة نحسبها توفت الله يرحمها، توفت قريب، مشيت لها السلام عليكم يا حاجة تمام الحمد لله، تونست معاهم شوية. أولاده واحد قال لي اسمع الزول اللي يتكلم في الجامع ده يا أخ بيجاي بتكلم في البرع اذا بتعرفوا ده منه؟ قلت له والله ده انا ذاتي. قال لي كام المره طوالي شنو؟ هاجت. قالت لي اه البرع ماله كمان؟ برع نحن ده بنتوسل به ولله برع، وما بجوز تتوسل لله بزول، تسال الله مباشره مهم، وتوسل بالعمل الصالح مش بفلان. قلت لها يا حاجه الله يحفظك ويديك العافيه، ويا فلان الزول ده بيقول صفحة كذي بيقول كذا وكذا، صفحة كذا بيقول كذا وكذا. المرة قدر ما أقول كلام تقول لي أعوذ بالله أعوذ بالله. في النهاية قالت لي والله ترى هو البري أنت كنت غاشينا والله. بعدها عرفت الحق، قلت لها يا حاجة بس الله هاي تمشي الله وكذي. بعد فترة ماتت، حمدت الله قلت الحمد لله أن ماتت على العقيدة الصحيحة. هذه زي دي لو ما ذكروا يسم زول بتفهم شيء؟ ما بتفهم. واحد جهة المناقل، وأنا أختم بكذي والله الذي رفع السماء 44 دقيقة بتكلم بقول لهم نادوا الله ما تنادوا الأولياء الدليل كذا وقال تعالى كذا 44 دقيقة. بعد انتهيت أما كبير ارفع في حاجبه عشان يشوفك. قال لي والله ولدي كلامك سمع جزاك الله خير، ثاني من نادي الأولياء؟ قلت له يعني بس ننادي الله والرسول براون. قلت لها يا حاجة قيف قيف لسه في حاجة تانية، الشغلة دي لسه ما تنظفت تمام يا حاج، الرسول ده تحبه يا حاج وتصلي عليه وتسأل الله يجمعك به في الجنة، والرسول ده أفضل مخلوق وأفضل زول وده سيدنا وسيد الناس كلهم، لكن الرسول قال ما تنادوني، قال ما تقولوا يا رسول، قال إذا سألت فاسأل الله. أيوه جزاك الله حتى مشى مرق، يعني تفصل ذاته إلا تفصل له شنو؟ حتى حتى كلمة كلمة توريهم. ومرات تتكلم ساعة تقول ما تنادوا غير الله يكون ما عارفك قاصد شنو. في النهاية تقول له ما تنهم ما تنهم ما تنده، تاني يقول لك ايوه توصلته هذا ده توصل للشاحن طوالي. موضوع طويل والكلام كثير، ونحن خايفين على الناس والله هذا الذي من اجله وقفنا في هذا المكان ننصح الناس. انا اكتفي بهذا القدر هذا، وصلى الله وسلم جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.
بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.